آيتان تثبتان عذاب القبر. سبحان الله، هذه الآية وهذه الآية. من ينكر عذاب القبر يستدل بهاتين الآيتين على أنه لا يوجد عذاب قبر. المفاجأة أن الدليل في هاتين الآيتين، ولكن انظر معي أخي الحبيب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أشد العذاب يوم القيامة، بينما العرض على النار ليس بعذاب. هكذا يقول من ينكر عذاب القبر. حقيقة من يدعي أن العرض على النار ليس بعذاب هو ينكر القرآن من دون أن يدري. انظر معي، هذه الآية مرتبطة بآية قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق، انتبه معي أخي الحبيب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه الآية رقم غافر 45 وهذه 46. انظر معي، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار. لذلك علماء اللغة يعربون النار بدل من سوء، لأنها تشرح سوء وتوضحها. إذن سوء العذاب هو العرض على النار. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها. إذن العرض على النار هو سوء العذاب. طيب ما هو أشد العذاب؟ أشد العذاب هو عذاب جهنم. إذن هنا عذاب جهنم يوم القيامة اسمه أشد العذاب، بينما سوء العذاب هو عرض على النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. لاحظ أخي الحبيب، فمن ينكر عذاب القبر يهمل هذه الآية ويبدأ القراءة من هنا، وهذا خطأ كبير لا يجوز. فإذا هذه الآية تدل على أن العرض على النار هو سوء العذاب، فلا يجوز أن نقول إن العرض على النار ليس بعذاب. الآية الثانية: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال هو راقد ومطمئن ويبعث. السؤال الأول: إذا كان راقد لماذا يقول يا ويلنا؟ لماذا يقول يا ويلنا عندما يبعث من قبره ليواجه أشد العذاب؟ لأنه كان يمر بمرحلة سوء العذاب، وهي العرض على النار في القبر. هذه هنا في القبر، عندما يبعث ويخرج، يخرجون من الأجداث، عندما يخرج من القبور ماذا قالوا؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طيب مرقدنا تعني أنه راقد؟ لا، مرقد، انظر معي، مرقد أو المرقد هو مكان الرقود. لم يقل يا ويلنا من بعثنا من رقودنا أو رقادنا. مرقدنا مثل أنت تقول مسكن. مسكن، الإنسان في مسكنه قد يعذب وقد يكون مطمئنا. فالإنسان في المرقد، وهو مكان القبر، مكان رقود العظام، اسمه المرقد. فعندما يقولون يا ويلنا، معنى ذلك أنهم كانوا يعرضون على النار هنا في القبر غدوا وعشيا. فعندما خرجوا قالوا يا ويلنا، لأنهم سيعيشون أشد العذاب وهو جهنم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.